السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده فكره جديده برضو عشان رمضان، هي النجمه. عملنا المره اللي فاتت الفانوس، المره دي هنعمل النجمه. النجمه دي سهله جدا، وده الباترون بتاعها، يعني انا عملته بشكل مبسط كده، تقدروا تكتبوه عندكم او تاخدوا سكرين شوت، وهنطبق دلوقتي مع بعض الخطوات اللي انا كاتباها. اوكي، عشان نعمل النجمة دي محتاجين خيط ومقص وإبرة مناسبة للخيط. أنا بستخدم خيط على فتلتين، ممكن تستخدموا برضو بواقي الخيوط. أنا هستخدم هنا إبرة رقم 3.5، وطبعا محتاجين إبرة التشطيب. هنبتدي أول حاجة إن احنا هنعمل الدايرة السحرية أو الماجيك لوب. هنا دي بدايتها كده، هنبتدي كده نعمل أهي الدايرة السحرية، واسحب الخيط كده. اوكي، وبعدين ابتدي اقفل عليها كده، وبعدين اشتغل سلسلتين. اوكي، بعديها هبتدي اشتغل جوه الماجيك لوب 15 دبل كروشيه او عمود بلف. ابتدي كده وادخل هنا، واحد، انا مش بحسب العمود ده، مش بحسب الثلاث سلاسل اللي انا طلعت بيهم دول. هدخل هبتدي اعد الاعمده بتاعتي من اول ده كده، واحد اتنين، وهكذا هكمل لغايه لما يبقى عندي 15. خلصت كده كده 15 عمود جوه الدايره السحريه. هبتدي اشد الماجيك لوب بتاعتي او الخيط بتاعها ده عشان اقفلها. بسم الله، اهي كده، وابتدي اقفل بمنزلقة او بسليب ستيتش. بسيب انا التلات سلاسل، او ساعات بنبدأ تلاتة وساعات بنبدأ اتنين، هسيبهم وهدخل هنا فوق اول عمود وهعمل منزلقة كده. اهي يبقى بدأنا اول حاجة 15 دبل كروشيه او عمود. بعد كده هرتفع، هعمل السطر الثاني ان انا هرتفع 5 سلاسل. يبقى ده السطر الاولاني اهو انا كاتباه، نشرحه مع بعض. ان انا هنا عملت الدايره سحريه، وبعدين عملت جواها ارتفعت سلسلتين او 3 سلاسل، وبعدين عملت 15 عمود، وبعدين 3 سلاسل، وبعدين عملت 15 عمود. انا مترجماها يعني، مش مشكله. طيب رو 2 او الصف الثاني هبتدي ارتفع 5 سلاسل، وبعدين هعمل فيهم الخطوات دي. طيب، وهتتكرر 5 مرات زي ما احنا شايفين، هو ضلع واحد هشتغله ونفس الفكرة هكرره 5 مرات. طيب هنعمل ايه عشان نعمل الضلع ده؟ هرتفع 5 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5، خلاص اهي 5 سلسلة اهم دول، 1 2 3 4 5. هسيب اول سلسلة وهدخل هنا في التانية واعمل حشو، وبعدين في اللي بعديها هعمل نص عمود، واللي في بعديها عمود، واخر واحدة هعمل فيها 2 عمود بلفتين او تريبل، وبعدين هعد 3 غرز، 1 2 3، وهعمل منزلقة هنا. طيب نشوف التطبيق ده مع بعض عملي. هنسيب اول سلسلة، هدخل في تاني واحدة وهعمل حشو او سنجل كروشيه، اللي بعديها نص عمود، اللي بعديها عمود كامل بلفة، واللي بعديها عمود بلفتين. اشكر فيها كده في النص اهي، بسم الله، ادي عمود بلفتين خلاص. بعدين اعد 1 2 3، وادخل هنا واعمل منزلقة اهي او سليب ستيتش اهي، خلاص. يبقى كده عملنا اول ضلع زي اللي هنا ده. اوكي، عشان نعمل التاني برتفع نفس الطريقة 5 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5، وهسيب اول سلسلة وهدخل في التانية حشو نص عمود، عمود بلفة،
وبعدين عمود بلفتين او تريبل في اخر واحدة. بعدين هعد 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل في تالت واحدة، 1 2 3، هدخل في تالت واحدة واعمل منزلقة. هكذا هكرر بقيت دول لغاية لما يبقى عندي 5 أضلاع. خلصت كده اخر ضلع، بعد 3 سلاسل من هنا وبدخل كده اعمل منزلقة او سليب ستيتش في اخر واحدة، وبكده نكون خلصنا النجمة بتاعتنا. اهي طيب، وعشان دايما لما نيجي ننهي الشغل بتاعنا بحب اعمل سلسلة كده تثبيت بس لشغلي، وبعدين اقطع فتلة كده طويلة شوية على اساس لو حبيت ان انا اعلقه مع الفوانيس او حاجة يبقى له مكان عندي. في فكرة بقى تانية، ان احنا لو عايزين ان احنا نثبته او نخليه مفرود كده بدل ما هو شايفين الخيط بيميل على جوه، ممكن ان احنا نحط له غيرة، الغيرة بتاع الخشب، نخففه بشوية مية وندهن عليه بفرشة كده وبدبابيس نثبته كده من الاطراف كده على كرتونة او حاجة، ونسيبه لغاية لما ينشف هيبقى مفرود بس كده. وهي دي فكرة النهاردة، وزي ما انتوا شايفين الباترون بتاعها سهل جدا اهي. ارتفعنا شايفين 5 سلاسل، سيبنا اول سلسلة عملنا حشو نص عمود 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 بلفتين، سيبنا 3 سلسلة ودخلنا عملنا منزلقة هنا، وهكذا كررنا الفكرة دي 5 مرات منتهى السهولة. اتمنى اشوفكم طبقينه، واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم.